طبعا لو الناس من حقنا تقول اللي هي عايزاه لو احنا دلوقتي على الهوا كنت اتصور انه هيبقى في تليفونات زي ما بيحصل في برامج كتير بحضرها على الهوا احنا احنا في ده شلنا في المونتاج حاجات كتير مم. لا اقصد انه انه ده وارد هو في فنان بيتفق عليه الناس كلها مم. لكن قدام ان هو يعني قصدي ان ده منطقي لازم الفنان يبقى فاهم ده كويس ان هو في ناس بتحبه وفي ناس ما بتحبوش في ناس بتتابعه وفي ناس مش بتتصوره اصلا آه. فاهمني انما عندي حاجات آه. ماديه ملموسه ما ازاي مع اللي ما بتصوركش يعني هعمله ايه هحاول ان انا ابقى احسن المره الجايه بس آه. ما اقدرش اعمل حاجه ثاني يعني ما اقدرش افضل ايه اقول له طيب. مثلا فصل لا والله ناخد فصل لو فاصل ونعود فاصل قصير ونعود مع وجهه نظر الفنان خالد الصاوي. آه يعني عينه برضو من الناس برضو يعني طيب على عيني وعلى راسي ما اقولش حاجه يعني وارد بس